الأمسيات الفنية والثقافية باتت هي المتنفس الوحيد للأسر والأطفال في عدن. هنا في باحة هذا المطعم السياحي المتاخم لكورنيش المعلى تتسابق الأسر كل خميس وجمعة لحجز مقاعدها، ليس لتناول الطعام وإنما للاستمتاع بالمسرح المفتوح الذي أصبح تقليدا أسبوعيا. في 9 مساء يبدأ البرنامج الفني الذي تتناوب أسبوعيا على إحيائه مواهب فنية عديدة بهدف التسلية والترفيه، وقبل ذلك استقطاب جمهور جديد. هذه تجمع الناس أكثر وتخلينا ننسي هم الحرب اللي عشناها والعذاب اللي تعذبناها في 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 ظل جلستنا بمكان واحد. الناس يحضروا يجوا هنا يشموا هواء يشوفوا الاحتفالات كيف يعني ماشية بعدن. هذا النشاط الفني وبالرغم من أهدافه الترويجية إلا أنه بالنسبة للأطفال وسيلة ترفيهية مهمة، يداومون على حضوره كما يداومون على مدارسهم كونه مجاني ويتيح لهم المشاركة وعرض المواهب. هي أكثر أمانة حاليا، بس المعضلة الوحيدة حال الناس في الوقت الحالي هي اللي سببت هذه المحدودية في الوجهة لهم. هنا مكان نستمتع فيه، لما نجي هنا نجلس نلعب فيه، كمان فقرات حلوة. رغم ما تمر به العاصمة المؤقتة عدن من أزمات معيشية، يبقى هذا المكان بإطلالته البهيجة ومساحته الواسعة ملاذا للكثيرين للتخفيف من أعباء العمل وضغوطات الحياة. برغم ما تعرض له هذا المتنفس من دمار إلا أنه عاد من جديد لرسم البهجة وإدخال السرور إلى قلوب المواطنين من خلال الأنشطة الثقافية والمهرجانات الأسبوعية. مروة السيد، قناة